مشروع والبحث هو عن نبات الاستيفيا. طبعا البحث اول مره من نوعه بالعراق بشهاده موقع الرسمي لكليه الزراعه جامعه بغداد، وكمشروع اول مشروع بالعراق كذلك. نجحنا واقلمنا هذه النباتات في العراق بعد عده تجارب سابقه، والله الحمد وصلنا الى هذه النتيجه مثل ما تشوفوها هسه مرحله الازهار. قدرت اوظف شغلي العلمي والعملي، يعني كبحث اول مره يتنفذ انه استخدمه في بحث العلمي اللي هو على تكنولوجيا البذور، وما زالت التجربه قيد البحث. وقدرت اوظفه في عملي البزنس، يعني كاوراق السيفيا ممكن انه نقدر نبيعها او ممكن نصدرها او ندخلها في مصنع تكرار لنحولها الى باودر ابيض. طبعا تتميز النبات الاستيفيا من هي تعتبر من النباتات الواعده، طبعا لما لها جدوى اقتصاديه كلش عاليه، اضافه الى الخصائص الطبيه والتغذويه لهذا النبات. اختارينا هذا البحث كودا انه على اساس انه اكو مشكله ولها حل. كل المشاكل اللي موجوده، يعني هاي ربطت هواي مشاكل. مشكله انه العراق يمر بازمه مياه، طبعا هاي مشكله كلش كبيره، وبالتالي لازم نختار النباتات اللي هي تستنزف كميات قليله من المياه، مقارنه بالمحاصيل التقليديه اللي ذكرناها، اللي من الحاله التقليديه مثل البنجر السكر او قصب السكر تستنزف كميات كبيره كلش من الماء. وبالتالي احنا لازم نختار نباتات تستنزف كميات قليله من الماء، اللي اختارنا نبات الاستيفيا. هاي شغله. الشغله الثانيه انه مشكله الاستيفيا هي حيويه البذور كلش قليله، هاي مشكله تعتبر عالميه، يعني نسبه الانبات مالها تتراوح من بين 10 الى 20%، وبالتالي هاي مشكله عالميه. اغلب البحوث اللي بيشتغلوها عالميا انه ياخذون البذور يعاملوها معاملات تغذويه او هرمونات او منظمات ويجربوها، وبالتالي هي نفس النتيجه. انت ذكرت انه ممكن نصنع مجتمعات زراعية ومن ضمنها هو يكون الاستيفيا. احنا نعرف الاستيفيا كلش مهمة خصوصا بالانظمة الغذائية، ودائما تكون هي بديل السكر. احنا نلاحظ انه موجودة الاستيفيا هسه بالاسواق، وهواية ناس يتخوفون ما يعرفون شنو هو الاصلي وشنو المو اصلي. اليوم انت عندك معلومات انه اليوم شلون الواحد يعرف انه هذا الاستيفيا هي اصلي او مو اصلي؟ طبعا هذا الموضوع كلش 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 مهم، واني موجوده يعني صفحتي على الفيسبوك استيفيا العراق، انه بديت اثقف اصحاب الاستيفيا اللي يريدون الاستيفيا، اثقفهم على شلون يختارون الاستيفيا. طبعا انا ذكرتها اكثر من مره، الاستيفيا هي اصلا الماده الفعاله اللي موجوده بالاوراق. تكون اربع انواع، هي ريبوسايد اي، هو اصلا ستيفيوليك لايكوسيد من عنده يطلع ريبوسايد اي وريبوسايد بي وريبوسايد سي. طبعا هاي نوعيات، اللي افضل شيء هو ريبوسايد اي اللي موجود. نرجع على المتخوفين او المتخوفين، تدري انت المنشا البلد يلعب دور اساسي، يعني اكو بلدان دخل بدون اي قياس فحص قياس سيطره نوعيه، لكن الدول الاوروبيه لا تختلف بالفحص مالتها اللي موجود. أضافة إلى المحتويات لازم واحد يتمعن قراءتها ويعرف شنو اللي موجود. مثلا أكو بيهم يذكرون أستيفيا قبل، بالتالي هاي الأستيفيا مو أورجانيك، أستيفيا مصنعة. لو يذكر أستيفيا ريبوسايد أي، بالتالي أنت ثبت أنه موجود صحيح أستيفيا أورجانيك أو سي أو دي أو إلى آخره، هاي حسب السعر وحسب الكواليتي. إضافة إلى كحولات سكرية، هذا موضوع كلش كلش مهم، يعني اغلب الناس تشوف اسيفيا وتاخذه كبر وتنتهي.